على بعد بضع كيلومترات فقط من ضفة النيل الأبيض، غادر المئات من المواطنين منازلهم الطينية التي لم تقوى على صد هدير الأمواج، ليجدوا أنفسهم في هذه الساحة المفتوحة. القليل منهم حظي بخيم للإيواء، والكثير منهم التحف أشعة الشمس واستظل بسقوف الانتظار. الحمد لله، يعني الناس بذلت مجهود شعبي، يعني ما قصروا، لكن الفيضان يعني غلبهم. وثم ثانيا يعني الناس بس ما طلعت بأي شيء، والله القروش والمستندات كلها دابت في المويه. يعني نحن بقينا جزء من البحر، دايرين منكم عون وإغاثات من المجلس السيادي ومن كل الدولة، لأنه ما في نظرة من الدولة، لسه ما ظهرت لنا حاجة من الدولة، ديل بس منظمات مجتمع مدني. المواطنين ده المحتاجين لدعم، أول حاجة هسي قعادهم ده كده يعرضهم للأمراض ولأي حاجة، صح ولا ما صح؟ ومعهم أطفال ما بيتحملوا، ناس كبار وعجزة، عشان كده الحكومة تنظر لأمرهم. للآن ما في دعم، ما في حاجة من الشباب، من نفسهم، من أولاد الحي، من الناس المتضررين ذاتهم. الزول اللي كان برا عنده حاجة برا جاب لأخوانه جوا، كانوا قاعدين في زول مشى الشغل جاي عنده قريشات، جا دخل للناس، لأنه لو كان قاعد في البيت ذاته ما كان مرق أصلا. فجد يعني الناس اللي هنا دي حاليا لا يملكون شيء. مواطنو حي اللاماء بحر أبيض لم يتوانوا في توفير بعض المساعدات للجيران الجدد. أما أصحاب المصاب حتى وإن سقطت منازلهم فقد بقيت قيم وفادة وإكرام من اعتبروهم في مقام الضيوف حاضرة بقوة، وإن أضحى المكان جديد. سعد الدين حسن، الحدث، من منطقة اللاماء بحر أبيض جنوبي الخرطوم.